الناحيه الثانيه الزمالك، الزمالك بيبحث عن مدير فني واعلن انه هيبقى مدير فني اجنبي. انت مع فكره الاجنبي اصلا ولا كنت شايف ان يبقى في مدير فني محلي في هذه الفتره نادي الزمالك؟ طبعا انا اتمنى ان يبقى في حد مدير فني مصري لنادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك، فاعتقد ان اسماء كبيره كريم، ولكن خلاص هو دلوقتي احنا بنستسهل عشان ما فيش حد يتكلم. يعني بقول لك هما بيختاروا الاجانب عشان ما فيش حد بيتكلم. اجانب ولا قله ثقه في ابناء نادي الزمالك اللي انت كنت لسه جايب سيرتهم، عشان كمان كان كابتن حسام البدري اسم الطرح. تابعت؟ لا انا تابعت حسام البدري، بس لو حسام البدري هيبقى صفقه جيده جدا. ما انا بقول لك بص، هو شخصيه المدرب هي اللي بتفرق في مصر، هنا الشخصيه هي اللي بتفرق. لو انت مدرب عندك شخصيه تقدر توصل لاي حاجه في مصر هنا، لكن لو ما عندكش شخصيه بيبقى في مشكله كبيره. وبعدين خد بالك يعني هو حسام البدري يعني كاركتر جيد جدا وحاجه محترمه ومدرب عالي جدا طبعا، فنان عظيم جدا، ولكن اللي بيميزه برضه هو مش اكبر مدرب في مصر، ولكن بيميزه في سيطرته على اللعيبه، بان ازاي بياخد قرارات وينفذها والقرارات دي بتبقى صح. زي شايفين مثلا حسام حسن في النادي المصري كان في فتره من فترات برضه يعني عنده الشكل دوت، ايهاب جلال عنده الشكل ده.